اهلا وسهلا فيك كريستيل، يعني صرت من اهل البيت. امبارح ما قدرنا خلصنا الهرم الغذائي، كان بعد في انجريديان او اسم كبير لازم نحكي عنه. بدايه شو رح تخبرينا؟ اوكي، حكينا امبارح عن الفواكه والخضره، لازم ناكل 5 حصص بالنهار بين فواكه وخضره. هلا اذا بدنا ننتقل للنشويات، نشويات نصهم لازم يكونوا حبه كامله ونصهم فيهم يكونوا مش حبه كامله. كثير اشخاص ما بحبوا الحبه كامله، بفكروا انه بركي كل شيء لازم ينأكل حبه كامله، نو نصهم او اقل شيء نصهم والنص الثاني ابيض. اهم شيء نقرا على المعلومات الغذائيه اللي بيكونوا على البرودكت. في كلمتين كثير بضيعوا الاشخاص، مالتي جرين او هول جرين. اياها هي الحبه كامله، حبه كامله هي الهول جرين، بينما المالتي جرين هي عده حبات فيهم يكونوا كلهم من شلون القشره من برا اللي هي فيها الالياف واللي هي فيها المنافع. دونك مالتي جرين هي عده حبات، مش هو المنفع اللي لازم ناخده. هول جرين هو اللي لازم ناخده. هلا كرمال اللحوم ومشتقاته، اكيد اللحمه لازم تكون بقر مش غنم. الدجاج احسن اذا بنطبخها من دون قشرتها، واحسن اذا بنشيل القشره اذا نحن عم ناكل، واكيد دائما السفينه افضل من الفخذ او الجوانح لانه فيهم دهون اكثر. كرمال السمك عاده الجايد لاين اللي نحن بننصح فيها هي 2 مرات بالجمعه. دونك كل الاشخاص يجربوا للافطار يحضروا 2 مرات بالجمعه سمك. اقل شيء هيدا، اقل شيء. انا بعرف انه اذا كل يوم اكلنا سمك شيء مفيد جدا، كثير مفيد. مزبوط، الدهون المنيحه الاوميجا 3، وكمان فيه يكونوا طازه او فيه يكونوا مجلدين. كمان بركي الاشخاص بيقولوا بركي مجلد مش منيح، لو له زيت المنافع. هلا لازم بركي شوي نخفف من المعلبات لانه فيهم ملح زياده، وبركي الملح خلال شهر رمضان رح يخففنا، اذا بدك بيعملنا جفاف ثاني نهار اكثر. دونك نجرب نبتعد عن المعلبات. بدل عنا البياض بتصور الكل شيء حليب ومشتقاته. الحليب اكيد اذا بنجيبه خالي من الدسم او نص دسم بكون احسن. الاجبان عاده ننصح بالعكاوي بالدوبل كريم بالحلوم، مش الاجبان الصفراء. واللبن ذات الشيء لازم يكون خالي او نصف دسم. كثير منيح، هون بنكون خلصنا الهرم الغذائي لنظام غذائي جيد. اذا بدنا ننتقل لموضوع ثاني خاص برمضان، كريستال شو اهميه الاختيار لبدايه الافطار؟ يعني شو لازم ناكل بالبدايه لنبلش افطارنا؟ شو الانسب لجسمنا وليه هالشيء مهم؟ اول شغله بناكلها كثير مهم لانه كل نهار نحن مش اكلين شيء، فمعدتنا اذا بدك معوده انه ما فيها ما بتحتوي على اي نوع من الاكل. نجي اول شغله بناكلها كثير رح تاثر او بركة او تعملنا مشاكل صحيه او تضايقنا كجهاز هضمي، او بالعكس رح تساعدنا. هلا شو القصص اللي لازم ناكلها؟ اول شيء بنشرب مي، اوكي، لانه المي رح يرجع يعملنا هايدريشن للجسم لانه فقد كثير مي خلال النهار. طبعاً. من بعدها بركي نحن بنعرف او بناكل دائما تمر بس ما بنعرف ليش. هي الفواكه المجففه ان كان تمر او خوخ مجفف او تين كثير مهم لانه بخلينا نستعيد السكر اللي نحن اذا بدك فقدناه خلال النهار، او ببلش يصير معنا شويه هبوط بالسكر. دونك اول شغله هدول الفواكه المجففه رح تخلينا نرجع ناخذ السكر، رح تعطينا طاقه، وبذات الوقت فيها الياف. دونك اذا بدك بتعبي لنا شوي معدتنا اكثر من غير انواع من الاكل، فبنحس حالنا اذا بدك شبعانين شوي اكثر، فما بننزل بالاكل بطريقه اذا بدك عشوائيه لانه كل نهار مش اكلين شيء. طب بالنسبه للحالات الخاصه، يعني مثلا مشكله بالسكري، مشكله بالضغط، نفس الشيء يعني ببلشوا بكبايه مي او تمر او فواكه مجففه او لا؟ في حالة خاصة. حسب شو بكون الشخص عينه خلال النهار، يعني إذا حس حاله كتير تعبان هيدا بكون من سبب الجفاف، دونك لازم أكيد يزيد المي، بس نحن بننصح كمان بالعصير الفواكه. مهم بس إنه ننتبه إنه إذا عندنا مشاكل بالجهاز الهضمي أو كتير أسيديتي بالمعدة، وخاصة وقتا نحن كتير منصوم أو وقتا ما بفوت أكل على معدتنا بتكون الأسيديتي عالية، دونك الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي ما يستخدموا العصير. بس إذا واحد حاسس حاله تعبان بيقدر ياخد عصير، أكيد ما منزيد سكر حتى ما نزيد الوحدات الحرارية. هلأ الأشخاص اللي بيكونوا حاسين هبط الضغط معهم منزيد مع الكبية المي اللي حكينا عنها ملح. هذا الشيء كتير أساسي تيرجع يعلي له الضغط. والأشخاص اللي بيكونوا كمان أشط إذا بدك السكر معهم، كتير مهم يعرفوا إنه ما ياخدوا شوكولا، يعني حسوا أشط السكر مش الشوكولا أول شغلة لازم ياخدوها، مع إنه هذه يمكن الفور كومون أو الغلط اللي بيجمع كتار ناس. صح، لانه الشوكولا فيه دهون فبالعكس بطيء مش رح يعلي لنا السكر كثير بسرعه. بالعكس ناخذ التمر.
دوم لكل حالة نشوف نحن شو حسينا وناخد. هلا الأشخاص اللي ما بحبوا مي فيهم ياخدوا إذا بدك شوربة. في كتير أشخاص ما بحبوا طعمة المي. شوربة لازم بتكون كتير منيحة بهيك حالات بس تكون لايت، وإذا بدك فيها خضرة مش الكريمي شوربة الكتير فيها دهون وحليب وكريم فريش. صح. إذا بدنا نحكي عن الشق الثاني، شو لازم نتجنب من مأكولات؟ أول شغلة لازم نتجنب كل شيء فيه مشروبات غازية، لأنه معدتنا بعدها ما فيها أكل رح يضايقنا. نعم. مثل ما حكينا الأسيديتي بتكون عالية، دون كل أكل أو كل شراب كتير أسيد لازم نزيح عنه. لازم نتجنب الحلو الكتير، يعني مش نبلش بدونات أو ببسكوي أو بشوكولا، لأنه بما أنه شوي السكري عم بيهبط كان خلال النهار، إذا دغري عليني جسمنا دغري رح يعمل ردة فعل. دونك إذا بدك هو سيرك فيسيو أو يعني مثل دايرة فارغة بيكون هابط السكر، نعطيه سكر كتير رح يرجع يهبط بعدين. دونك أحسن ناخد أساس بتدوم بالجسم اللي هو الحبات الكاملة، وأهم شي ناكل عم أهلنا. هيدا اهم شيء بتصور شي. معك حق، يعني افضل اذا بدك ناخد السناك اللي هو التمر والماي، ننطر شوي وبعدين نتعشى، هيك شوي شوي بكون جسمنا تعود. يعني بالفعل كريستال معلوماتي كتير دقيقة وكتير مهمة، وكتير أشخاص يعني بيكونوا صايمين بيوقعوا بالغلط، فشكرا لك ولهالمعلومات لليوم. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة بحلو الحياة.